سهرتنا الأخيرة مكملة برفقة آخر ثلاث متسابقين، بس بدي هقولكم إنه بهاللحظة خطوط التصويت اتسكرت والتصويت من خلال الموقع توقف، يعني ما رح نستقبل بعد أصوات وبلشت ساعة الحسم. شو اللي عم بيصير هناك لو سمحتوا شباب؟ يا جماعة احنا على الهوا. عبيدة عبيدة مين هالختيار؟ عبيدة يا بنت بدكش فيها بدك تحنا أسامة فوتوا شوف شو تجيبوا يا أسامة خليل تفضل يا حاج أسامة خلينا نشوف شو قصته خلينا نشوف شو قصته تفضل أنا هون أنا هون تفضل استنى شوي شو اللي بدك اياه؟ اول شيء كيف فتت لهون؟ احنا على الهواء انت عارف. بدي اشارك في شو اسمه نيو لوك هذا. هذا اسمه نيو ستار. ايه؟ نيو ستار. نيو ستار؟ نيو ستار. قالوا لي نيو لوك يا زلمه بدكش تخوت علي. ضحكوا عليك وبعدين احنا حددنا الجيل 30 سنة بس مش انت قديش 70 سنة. اسم الله عليك اسم الله عليك. اسمها لي نيو لوك، انت بتعرفش انه عمر الرجل كما يشعر وعمر المرأة كما تبدو؟ منك نستفيد. تفضل جيال انا وياها شفتي نفس اللاحه كمان والله عليك بتشبهي بدي اقدم انا لويش ها اعطيني كل شيء نحطه ها وينك بس كل ما اقدم انا بدي هذه خلينا نعطي شوي نيو لوك يا عمي مش هذا البرنامج نيو لوك شو انا حابه اسمع ايه نيو هان ولا هان لحظه استنى شوي ابو ايش الله يخليك ابو حفظي ابو حفظي ابو حفظي الله يحفظك شو هذا النيو لوك اللي بتحكي عنه شو نيو لوك برنامج قالوا له روح شار هذا اسمه نيو ستار ابو حفظي عن جد بتحكي اه الله ياخذها محفظي الله لا يكشع عبرتي بس محفظي الله يقطع كل النسوان بالدنيا كله امين ما صدقوا كل واحد له كتله ما يروح تخافوش ما صدقتوا بس قلنا يا الله يقطع النسوان انا بحكيش عن النسوان اللي قاعدين هان الله يرضى عليك انا بحكي عن اللي عندي بالدار محفظي الله يقطعها من بين النسوان حدا بتجوز وحده اسمها اسماعيل ظل الله وكيل انا والله لا دستور لا تشون سمعت ناكيت بحبها جدا وبحترمها يا دكتور وبخاف منها شوي بس مش كثير يعني حتى لو خفت يعني شو بتضحك انت كان بضحك حتى لو خفت انا خايف من حدا غريب مرتي هاي بعدين عن جد في هاي زلام ملان الزلمه اللي بخافش من مرته يرفع ايده نزل ايدك انا بقول الزلمه لا صدق يا رفعني شو اللي بدك تسويه طيح ايدك خلينا كلنا ساكتين اسكت انا اقسم بالله هي اللي جابتني لهان كلتني برنامج نيو لوك طلع ما شاء الله نيو ستار هذا مش انتوا اللجنه ولا كيف البرنامج مين؟ انا من امسك جريده الايام هاي بتطلع لنا في رام الله قريت فيها بل لو اعلان على قد الصفحه الكد مكتوب اشمل فندق برام الله يقيم المهرجان الاول للنيو لوك الفلسطيني والله قلت عاد الحمد لله احنا في فلسطين حلينا كل المشاكل وما ضال عندنا غير بس مهرجان نيو لوك ما شاء الله الله يلوكك يا ربي المهم يا ستي قلت الله اكبر يعني انحلت كل المشاكل هلكيت ما ضلش عندنا غير نسوي نيو لوك دخلت علي محفظي ايوه الله لا يورجيك يا دكتور لما بتدخل علي وبتحط ايديها هيك بتذكر بام كلثوم بمطلع راكع عصي الدمع مالك؟ قلت له شو تعال شوف تعال شوف هالفضايح الجريده، كان مهرجان نيو لوك فلسطين الاول، قلت انت زلمه متخلف وبدكش تنجي الدنيا تمشي لقدام، كل شيء بدك اياه لورا لورا لورا، والله محلي محلك لروح اقدم له. قلت الله يخرب بيتك انا اقدم بهالمنظر هذا شو؟ قلت لي ولك اهبل انت؟ والله يمكن في 2010 يعتبروا هذا نيو لوك شو مالك انت؟ ما الناس نسيته. هي هبله صحيح بس مرات لها والله اقتراحات مليحه يعني. قلت اروح والله غير اروح، طلعت بريت انا ساكن في البلد جوا يعني طلعت بريت باب الزهري برا محل ما بيطلعوا الفردات بكاش بساط عندنا بتعرفوا الفردات الفرد سياره الفرد هاي برش بعشرة بتعرفوهاش عشان الحال بيعرفش الفرد هو عباره عن ديسكو له اربع عجال هذا عندنا هيك بيبقى فوق كاتب على الكزاز بسم الله الرحمن الرحيم عن جد ما شاء الله عن جد عين الحسود تبلى بالعمى تحتيها بالضبط بوس الواوا قلت انا شو بدي بهالشغله وانا بدي اقعد اكيم الفرد انا بدي اصرم الله على المهرجان ارتبت بهالفرد هلكيت بيطلع اخرى شوي بيطلع اخرى
كنت يا اخونا الله يرضى عليك نستعجل، هلكيت بخلص مهرجان نيو لوك، بروح علينا شل اللجنه قاعده هناك. فرمكني السائق من المراه المثبته امامه وقال لي صلي على النبي يا حج روقها. صليت على النبي وروقتها، قلت انا بدوش العنب ولا كانت النطور، قعدت زي غيره اخرى شوي يكون انت للفرد. والله كنا نتوكل على الله، توكل على الله، اول ما ضرب سويتش اللي انا قاعد بحضن اللي جنبي، مش هان المشكله جيت اكون كلي والله ما انت كاين. المهم مشي هالفرد وصلنا عند مستشفى العينين، لما اختيارك قاعد جنبي بتقول له الله يرضى عليك يا بني طيحني باب مستشفى العينين، ضرب بريك باب مستشفى العينين، طيحها باب مستشفى الدجانة عبيد 3 كيلومتر. كمل طريق وصلنا كلنديا، وما أدراك ما كلنديا للي بيعرفش هالكيد، حاجز كلنديا بتعرفوه؟ مش هذا النيو لوك الجديد، بكى أول ما كاش لوك لسه، بكاش له لوك بالمرة، بكى جرت الخبص والطينة مترين، وصلت على الحاجة قلت هاي 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 شو بقطعني بهالنيو لوك هذا ويخرب. أجا طالب من جامعة بيرزيت قال لي لا يا حج ولا تعصب ولا عبالك، إحنا طلاب جامعة بيرزيت كل يوم رايحين جايين، معانا 4-5 غيارات كل واحد في الشنطة تبعته، شنطة كتب وشنطة أواعي، بس ولا يهمك، الكيت بنحط لوح خشب ها وكلياتنا بنمرك، والله حط لوح الخشب بلاش يمركوا واحد من الثاني. أجا دوري وأنا بعرف حظي يا دكتور، أول ما حطيت رجلي أجا واحد قدامي أمانة الله وهو حافي رجلة نمرة رجله 67، حط رجله بطرف اللوح ايش لبسني إياه. كل هذه الشكة صارت فينا، قلت الله أكبر، أي هو الواحد حتى عرم الله رايح جاي في 2 كيلو بيعرفش يمرق زي الأوادم. قمت أصيح على الجندي قال لي ليش بتصيح، صيح كلمة مني كلمة منه، كان ضربني بوكس نفخ شفتي، هيك صارت. شكرته وبسته من الخدين سوالي نيولوك. آه طبعا هذا لا هو بوتوكس ولا هو سيليكون، خلقة الله بوكس من ربنا جاي يعني والله. بس وجعني 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 البوكس. اتصايحت انا وياه بعد ما تيتو، اجا جندي ثاني سلخني شلوط من ورا نفخ كل شيء ضمنت الجائزه. اه والله كنت اما قصه هذه هذه فضيحه، شو وصلنا رمى الله وانا هيك. لا يا عمي انا الكيت بصل بتصل تلفوني اولادي بروحوني بلاش كله حياه. قطعنا الحاجز في شبك شمال ويمين زي الكنوات بروح بمركونة زي البقر يعني، وانا مارك زي البقر اجلكم الله، في سلك طالع من الشبك مزعني من هان لهان، صارت منها شلها طين ومن هان شلها دم. قلت ايوه شو هالنيولوك هذا، يلا يلا روح بلاش فضايح. ضبطت حالي باقرب تاكسي وقلت الله يرضى عليك خذني على الفندق هذا اللي برام الله، بدي اتصل على الاولاد روحوني. قعدت في التاكسي، اول ما قعدت حسيت سكعه من تحت، طبعا ان شاء الله بتحسها انت. اطلعت شويه اللي هي شكفه شحمه هالكده على الكنباي، قلت ايوه تنيلت من فوق ومن تحت. المهم الزلمه وصلنا الفندق ودخلت بدور على الكشك التليفون، وين هذا الكشك فيه التليفون، وين الكشك فيه التليفون، وانا بدور طب ما شفت حالي اللي انا بقاعه كبيره كد هاي على 10 مرات وكلها ملانه نيو لوك ونيو لوكات ملانه. والله قطعت ما اسفل نيتك انت، صفي نيتك شويه. كله نافخ من فوق ومن تحت الله وكيلك. بس شافوني دخلت كلهم سكتوا وصمتوا، فكرت دقيقه حداد، انا وقفت والله. والله بعد شوي اللي هي نازله وحده عن المسرح، الله طارح البركه في كل امكانياتها، منين ما بدك بس خلقة الله مش نفخ يعني، ايش شفط وايش دهس، فهمت كيف؟ نزلت عن المسرح مسكتني من ايدي وطلعتني عن المسرح وقالت نقدم لكم نيو لوك فلسطين 2010، اخذت الجائزه، سفك يا عدنان سفك، صحي صحي. واعطوني الميكروفون، واعطوني الميكروفون احكي كلمه باسم الفايزين. مسكت الميكروفون قلت السلام عليكم، بشكر جميع اللجنه القائمه على هذا البرنامج، الاخوه حمام والاخوه زغليل وكل ال لا هذاك نيو ستار، هذا نيو لوك. بشكر اللجنه الكريمه العليا لمهرجان نيو لوك الفلسطيني الاول، واشكر لمن كام وزملائي نيو لوكين ونيو لوكات الكعدين والكعدات على الشراسي، ولكن اشكر اكثر ما اشكر جيش الدفاع الاسرائيلي اللي خلق لي نيو لوك فلسطيني مطرطش. يعطيكم العافيه. شكرا لك. شكرا كتير كبير للفنان المبدع حسام أبو عيشي على هالمقطع.